سألت عليك في البيت قالوا انك لسه ما روحتش. انت ايه اللي مقعدك في المكتب لغايه دلوقتي؟ خير يا مراد؟ هو انت ليك عين تتضايق؟ امال المفروض بقى انا اعمل ايه بعد ما اتهمتني بالبطل وتهجمت عليا لاول مره بعد العشره دي كلها؟ من غير حق يا مصطفى، بكره الايام هتثبت لك انك غلط، وده كمان هثبت لك. دي نتيجة الدي ان ايه، اقراها. كارما مش بنتك يا مراد، مش بنتك. وكل خوفك وانفعالك عشان هدول كانوا في غير محلهم. انت متأكد؟ انت بتسألني انا؟ وانا مالي؟ ما نتيجة الدي ان ايه قدامك اهي. انا اسف يا مراد، انا ما كنتش اعرف ان الموضوع ده هيضايقك كده. كنت حاسس ان في حاجة بتربطني بيها، كلامها معايا، نظراتها ليا. معقول احساسي ده كان غلط؟ نعمل ايه بقى، ما كلنا حبيناها، لكن للاسف طلعت نصابه ومثلت علينا. تصدق اتمنيت تكون بنتي بجد، اتمنيت اخدها في حضني واعوضها عن السنين اللي كانت فيها بعيدة عني. ازاي بقى؟ انت عارف اللي حصل، وكل حاجة تمت على ايديك وبمعرفتك. يمكن كنت عايز اسامح نفسي على اللي عملته فيها. لو كارما كانت طلعت بنتي كانت هتحقق لي الاحساس ده. انسى انسى مراد، انسى بقى. المفروض بعد السنين دي كلها تكون نسيت. كارما عادت كل حاجة من الاول، لكنها امبارح. صعب